صباح الخير، وأشكركم على الدعوة التي تفضلتم بتوجيهها للقطاع الوزاري. شكرا. أشكر على واجب غدا. إذن هو التاريخ المتزامن مع اليوم الدولي للمرأة الريفية بحسب الأمم المتحدة. يعني قبل أن ندخل في هذا السياق، ورد في موقع هذه الهيئة عبارة شدت انتباهي، تقول أنه بحرماننا النساء من الحقوق والفرص نحرم أطفالنا ومجتمعاتهن من التمتع بمستقبل أفضل، لأن تعزيز التنمية الذاتية مرتبط بترقية المرأة الريفية. ما تعليقك على هذه العبارة؟ هي المرأة هي راهي عضو هام في الأسرة، هي نصف المجتمع من الجانب الإحصائي، هي تشكل 50%، ولكنها أيضا تنشئ وتربي نصف المجتمع. يعني بحسب الإحصائيات لدى وزارة التضامن الوطني، المرأة الريفية، هل أحصيتم عدد يعني المرأة الريفية لكي يتم توجيه البرامج والمساعي؟ نعم، نحن نعتمد على الإحصائيات الرسمية للديوان الوطني للإحصائيات لسنة 2008، الإحصاء العامي للسكان. تم إحصاء 13.8 مليون ساكن على المستوى المناطق الريفية، من بينهم 50% نساء. يعني عدد النساء حوالي 7 ملايين. بالأمس الرئيس مجلس الأمة سيد عبد القادر المنصري تحدث عن استراتيجية إدماج وترقية المرأة في أشغال الجمعية 131 للاتحاد البرلماني الدولي، وحيث انتخبت الجزائر عضو في هذه اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي بسبب المجهودات التي تسعى من خلال ترقية مكانة المرأة. هذه الاستراتيجية انطلقت منذ 2007، وفيها المرأة الريفية، هي تخص المرأة بصفة عامة، ولكن فيها شطر مهم للمرأة الريفية. أين وصلت هذه الاستراتيجية التي ستنتهي بحسب التخمينات والآفاق إلى 2013؟ أي مرحلة أنتم فيها اليوم؟ بالنسبة للمرأة الريفية؟ بالنسبة للاستراتيجية المسطرة. بالنسبة للاستراتيجية، هناك لجنة وطنية تتكفل بمتابعة تجسيدها وبمتابعة تجسيد مخطط العمل الخاص بهذه الاستراتيجية. هذا مخطط عمل وطني يتكون من 12 مخطط عمل قطاعي، يعني كل قطاع عنده مساهمة للتكفل بالمرأة بصفة عامة. ومن هذا الاستراتيجية انبثقت لجنة خاصة بالمرأة الريفية نظرا لأهميتها ولخصوصيتها. إذا هناك لجنة وطنية قطاعية مشتركة تتكفل بالمحور الخاص بالمرأة الريفية، وعندها برنامج عمل. ما هو هذا البرنامج؟ ما هي تفاصيل هذا؟ فيها ثلاث محاور، أربع محاور. المحور الأول هو محور التوعية والتحسيس لإعلام المرأة الريفية بمختلف التراتيب التي توفرها الدولة في التشغيل. هناك احنا نعتمد على عندنا وكالتين على مستوى الوزارة، عندنا وكالة التنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. وكالة التنمية الاجتماعية عندها خلايا جوارية، الخلايا الجوارية تتنقل بوسائل النقل بالطبع إلى المناطق المعزولة والنائية والريفية. فيها مكونة من أفواج متعددة الاختصاصات، فيهم مختص في علم الاجتماع، مختص في علم النفس، طبيب، يحصل الانشغالات تاع سكان المناطق الريفية ويقدموا اقتراحات. هذه الأفواج راهي متوجهة. هناك أيضا يعني قبل توجه النقطة الثانية مازال ما كملتلكش بالنسبه للاحصاء. الاحصاء ايضا احنا ايضا عندنا لونجيرم، الوكاله الوطنيه لتسيير القرض المصغر، اللي ايضا تساهم في احصاء الانشغالات تاع هذه النساء، لا سيما النساء الماكثات بالبيت الراغبات في الحصول على قرض مصغر لبحث نشاط. ما هي اذا هذه الانشغالات، اهم الانشغالات التي سجلتموها وتسعون لتجسيدها من اجل ترقيه مكانه المراه الريفيه خاصه في الحياه الاقتصاديه والنشاط اليومي؟ بالنسبة للحياة الاقتصادية والنشاط اليومي، المرأة الريفية يعني تساهم من جهة في توصيل الإرث اللامادي من جيل إلى جيل، يعني راهي تورث للبنات خاصة كما الصناعة التقليدية، كما صناعة الزرابي، كالحرف والفخار، مختلف الصناعات يعني اللي راهي تورث من جيل إلى جيل. وعندنا أيضا راهي ركيزة بالنسبة للاقتصاد المنزلي، الاقتصاد تاع البيت، هي راهي تساهم. نعم، هي أيضا تساهم في المجال الفلاحي، هي راهي تعمل في الفلاحة وتعمل، يعني هي اللي راهي تنتج. حنا كقطاع وزاري حصينا الرغبات تاع هذا كقطاع وزاري كلجنة وزارية مشتركة أيضا، لأننا حتى على المستوى المحلي عندنا لجنة ولائية اللي راهي تقوم بهذا العمل. هناك استمارة، كل القطاعات ساهمت في إثرائها. عندنا نبداو
المرأة الريفية منذ أن تكون فتاة بالنسبة للتمدرس تاعها. حصينا كل الانشغالات ثم نرتبوا الأولويات وكل قطاع يشوف وين يتدخل. إحنا مثلا في وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالنسبة للجانب الاقتصادي عندنا الوكالة الوطنية للقرض المصغر، عندنا اللي استفادت منه لغاية شهر أوت 2014 نعطيك الرقم 110,246 امرأة ساكنة في المناطق الريفية، ونسبة النساء المستفيدات من هذا الترتيب يبلغ 61.82%، يعني نسبة النساء المستفيدات يعني راهي أكبر من أكثر من يعني هذا بأن المرأة الريفية تتجاوب مع القرض المصغر. نعم تتجاوب مع القرض المصغر لأنه حتى الملف يعني راه مخفف، عندها أربع وثائق فقط تقدمها بالنسبة للملف. القرض اللي يمنح لها بدون فائدة يمكن أن يصل إلى 10 ملايين سنتيم، يعني تستفيد منه مليون. 10 ملايين سنتيم ممكن يصل الى 100 مليون. أيوة. هناك نوعين من القروض، هناك اللي فيه 10 ملايين سنتيم لشراء المواد الاوليه، وهناك اللي بلغ حتى 100 مليون سنتيم باشتراك البنوك، ولكن الاقبال يكون اكثر على القرض اللي فيه 10 ملايين سنتيم اللي تقتني به المواد الاوليه ومن بعد ترجعوا، يعني هناك تحفيزات جبائيه وغيرها يعني عندها وتردوا بدون فوائد، ويمكنها ان تشتغل في البيت. يعني هنا نراعي التوفيق، نعم التوفيق بين الحياه المهنيه والحياه العائليه، يعني حتى وان كانت يعني مجبره ان تبقى في البيت لتربيه الابناء ولا لا تريد ان تغادر البيت، يعني تبقى في البيت ومنطو في نفس الوقت يمكنها ان تزاول حرفه تدر عليها بالربح وبالدخل وتمكنها من الاستقلاليه ومن تحقيق استقلاليتها الماليه والتكفل بعائلتها والمساهمه في المدخول العائلي، وبالتالي تؤكد على مكانتها في العائله في المجتمع بصفه عامه. يعني كل النساء الماكثات في البيت لهن الحق في هذا القرض ام حرفيات؟ نعم فقط كل النساء الماكثات في البيت حتى وان لم تكن عندها تكوين ولا شهاده يمكنها ان تتقدم من وكاله من ممثل تاع الوكاله هو ينصحها. هي عندنا يعني شبكه واسعه، عندنا 10 مديريات جهويه، عندنا 49 وكاله محليه، عندنا 548 خليه للمرافقه لاننا نرافقوها مرأة ريفية باش تسير هذا النشاط الصغير وتدخر باش تعاود ترد القرض. هناك مرافقه وهناك تكوين، عندنا 650 مرافق وعندنا 147 مكون عبر التراب الوطني ليساعدوا هذه النساء في تكوين الملف في المرافقه حتى تخلق النشاط تاعها وتتمكن من الانطلاق فيه وتسديدو. عندنا يعني نسبه عاليه من التسديد بالنسبه لهذا النوع من القروض وبالنسبه للنساء وفيات نعم وفيات للقروض. هذا يعكس النيه، يعني عندهم نيه صادقه من اجل المساهمه في الاقتصاد المحلي، وطبيعه المراه طبعا هي النشاط والحيويه حتى في الجانب العائلي وفي البيت. هل يعني السؤال يطرح، هل هناك يعني اتصال دائم بين النساء الماكثات ربما في القرى والمداشي التي لا يمكن الوصول اليهم وعندهم بعض العادات والتقاليد تمنعهم من التوجه لمثل هذه التحفيزات الحقيقه يعني ممتازه من طرف لا تحفيزات تروح لهم هي هذو اللي يتواصلوا يتنقلوا لهم للبيت ويشرحوا لهم. قلت لك عندنا خلايا جواريه على مستوى التراب الوطني ليتنقلوا الى عندهم وسائل النقل، يتنقلوا سي افواج، هما هي افواج متعدده الاختصاصات تتنقل الى، هي عندها عده مهام من بينها احصاء الانشغالات. كم تم الاتصال به؟ كم مراه تم الاتصال به لديكم ارقام؟ لا ما عنديش شي فيغ اكزاكت، مي كل عندنا هذا برنامج راه متواصل، راهي متواصل يعني الرقم تاع عدد المستفيدات من هذا القرض يبين لك. عندنا 396,000 بصفه عامه النساء، 396,367 امراه استفادت من القرض المصغر، من بينهم 110,246 امراه ريفيه. عندنا بالنسبه للنشاطات باش كنا يعني بالنسبه للنشاطات عندنا اللي راهم مستفيدين من الحرف، النشاطات الحرفيه نسبتهم 88.7% من مجموع المستفيدين. الصناعات الغذائيه الصغيره مثلا العجائن ولا اللي ما تقدرش مثلا فوالا عندنا 87%، بالنسبه للنشاطات الفلاحيه الصغيره 28%. لان نعود لك فقط اذا سمحت لي بالنسبه اللي ما عندهمش شهاده يعني
التكوين ولا يقدروا يعملوا تيست دو فاليداسيون دي زافي يعني لو سافوار فير واش عندهم اختبار ويتحصلوا على شهاده من يديروا لهم يومين يعملوا لهم تيست من طرف يعملوا لهم امتحان من طرف الموظفين ولا الاساتذه تاع التكوين المهني احنا راكب عندنا معهم اتفاق مع وكاله القبول الصغار ويمدوا لهم شهاده وتمكنهم انهم حتى ما كيفات بالبيت ما كيفات بالبيت في التكوين في التكوين المهني أظن في اتفاقية. نعم في اتفاقية يروحوا يومين يعملوا لهم اختبار حول هي مثلا تريد أن تصنع عجائن ولا هي تعرف صناعة العجائن تذهب إلى 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 المركز لمدة يوم أو يومين على حسب النشاط الذي تريد أن تزاوله ثم يقام لها يجرى لها اختبار وعقب الاختبار تعطى لها شهادة لتمكينها من الحصول على بطاقة نعم تستفيد من القرض. وقفنا عند المحور الأساسي في الاستراتيجية التي تكلمنا عنها التوعية والتحسيس، ما هو المحور الثاني بعد التوعية؟ المحور الثاني هو تعزيز القدرات والتكوين اللي تحدثنا عليها. إذا إما أنها يكون عندها خبرات مسبقة ثم تقوم باختبار مع على مستوى مركز تكوين مهني أو على مستوى أحد المراكز اللي تكفل بالمرافقة تاع مع لونجيل إذا تتحصل على الشهادة أو أنها تريد أن تزاول تكوين هناك أيضا التيليسونتر يعني التكوين يلحق لهم حتى عندهم وزارة التكوين المهني والتكوين والتعليم المهني يعني دارت تجربة لتقريب مختلف البرامج التكوينية من المواطنين لا سيما في المناطق الريفية وتعريفهم به يعني هي أيضا متنقلة. ممتاز. متى نصف المرأة لأنها ريفية؟ ما هي المعايير اللي تقول إنه مرأة ريفية ومرأة يعني لأنه في الريف يختلف الجزائر بنسب معينة بالنسبة للتوزيع الجغرافي. بالنسبة للتوزيع الجغرافي هي معايير تقنية محددة من طرف الديوان الوطني للإحصائيات لأن المرأة الريفية هي التي تقطن في المنطقة الريفية والمناطق الريفية كاين نسب تاع منطقة ريفية هناك مناطق ريفية 90% مناطق ريفية 70% احنا على مستوى اللجنة الوطنية مع الديوان الوطني للإحصائيات حددنا 783 بلدية ريفية 100% وكل الولايات بما فيها الجزائر العاصمة عندها بلديات ريفية 100%. هناك جمعيات تعنى بميدان ترقية المرأة الريفية في الوطن، هل أنتم في اتصال دائم مع هذه الجمعيات لأنها هي الأقرب إلى المرأة الريفية والتي ربما تعي انشغالاتها ومشاغلها اليومية أم هناك من يصف عمل هذه الجمعيات بالعمل الموسمي فقط؟ يعني احنا كمنظور تاع قطاعنا الوزاري بالنسبه للجمعيات هي راهي شريك في العمل في البرنامج المسطر معنا وعندنا جمعيات يعني ناشطه نعطيك مثال احنا كقطاع وزاري نساهموا في تجسيد الاستراتيجيه الوطنيه لمحو الاميه اللي تمت المصادقه عليها في 2007 احنا نساهموا في الشق تاع محو الاميه في الوسط النسوي ورانا عاملين برامج تحسيسيه على مستوى 48 ولايه وتساهم في هذه العملية التحسيسية 228 جمعية محلية يعني قامت بعمل جبار معتبر يعني قدرنا سنويا حوالي 80,000 امرأة يتم تحسيسها بمساعدة هذه الجمعية طبعا كاين الخلايا الجوارية اللي كنت تحدثت عليهم ولكن هناك جمعيات فاعلة أيضا في الميدان هناك أيضا جمعيات نطلب منها تعاوننا في تحديد المستفيدين من مختلف التراتيب كترتيب القرض المصغر مثلا أعطينا مثال لمرأة ريفية تقربت من وصايتكم وتم يعني إدماجها ونجاح مشروعها بشكل لافت لكي تكون مثالا يحتذى. نعطيك مجموعة من النساء الريفيات نعطيك في ولاية ممكن نذكرها في ولاية الجلفة مثلا انطلقت منذ سنتين مشروع إذا استطعنا نسميه نموذجي مدمج يعني فيه عدة قطاعات اللي تدخل فيه النساء احنا اخترنا نساء الأميات في ولاية الجلفة لأن نسبة الأمية بها مرتفعة قليلا بالنسبة للنسبة الوطنية مقارنة بالنسبة الوطنية إذا خدينا هذا المشروع كمشروع نموذجي ساهمت فيه وزارة ساهم فيه الديوان الوطني لمحو الأمية نعملوا أقسام لمحو الأمية السيدة هذه الأمية التي لا يمكنها عندها أطفال ما تستطيعش أنها تلتحق يعني بالتكوين وتلتحق بال تجيب الأطفال تاعها يتم الاعتناء بهم في مساحة مخصصة لذلك من طرف مختص تابع لمدة هذوك الساعتين للدروس محو الأمية ثم
عندما تنتهي من محروميتها أو بالموازاة يمكنها أن تقوم باختبار للحصول على الشهادة في التكوين. وفي نفس المكان هناك موظف من طرف الوكالة الوطنية للتسيير القرض المصغر ليعرض عليها إمكانية ويشرح لها الترتيب الخاص بالقرض المصغر لتمكين استفادتها. وعندنا يعني ماشي امرأة واحدة، مئات النساء اللائي استفدنا من هذا الترتيب في ولاية جلسة على مستوى 5 بلديات. طبعا أكيد عديد من النساء الآن يستمعن إليك يعني عبر أمواج إذاعة الوطنية الأولى، يطرحن انشغالات بيروقراطية على مستوى الولايات على مستوى المكاتب الجهوية ويشكون من عدم الإعلام، لأن الإعلام كذلك شريك قوي ربما الإذاعة الوطنية تتعرفين في 48 إذاعة جهوية ومحلية عبر الوطن. كيف تتواصلون مع هؤلاء النسوة في الأرياف والمداشر وتعلمهم بهذه البرامج الطموحة يعني من طرف الوسائط؟ هل ترين بأن عامل الإعلام بعيد معنا؟ احنا الإعلام كاين عدة جهات تساهم فيه، سواء وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة، سواء هذوما لي كورديناتور المنسقين والوسطاء على مستوى وكالة مثلا، لأن كل وزارة عندها الترتيب تاعها لتوصيل المعلومة فيما يخص هذه التراتيب التي توفرها الدولة، هذه المزايا. ولكن جمعيات ايضا تساعدنا. في اقل من دقيقتين، ما هي الرساله التي توجهها السيده مليكه مساوي مدير قضايا المراه في وزاره التضامن والتنميه والاسره وقضايا المراه للنساء الماكتات في البيت اللواتي لديهن حرفه معينه، اللواتي يريدن ان يكون فاعل قوي في الحياه الاقتصاديه في التنميه المحليه على مستوى الولايه او حتى على مستوى القريه الصغيره التي تعيش فيها؟ هي ربما النساء الريفيات متخوفات قليلا من الانطلاق في والدخول في مشروع وغيرها، هذا يعني هذا امر مهم يعني باش انها تشارك في المسار التنموي الوطني. احنا نطلب منها نطلب من النساء الريفيات انهن يتغلبن على خوفهن لان لديهن يعني قدرات، لديهن امكانيات، يعني ممكن يعني كاين نعطيك مثال تاع جمعيه تاع النساء الريفيات كنا ساعدناها احنا في قطاع الوزاره ايضا نمول الجمعيات ونساعدهن، اذا شاركت حتى في معارض دوليه بالنسبه للنساء التي تكوننا على مستوى هذه الجمعيه، وكان يعني المنتوج تاعهم تاع هذه النساء الريفيات يعني ابهر المشاركين من مختلف الدول الاخرى. اذا اطلب منها يعني التغلب على الخوف تاعها. احنا الموارد الماليه موجوده على مستوى مثلا الترتيب تاع القرض المصغر، يعني ممكن ان نمول عدد غير لديهن الحق يعني في قرض على الاقل 10 ملايين سنتيم. نعم ويردونه بدون فائده ولا يطلب منهم لكم سنه؟ لسنه واحده اعتقد. لا عندهم بين سنتين وخمس سنوات. جيد، وكذلك ربما هذه السنه حتى الملف مباشرة. حتى الملف مخفف مبسط. يعني عندهم مبسط، عندهم اربع وثائق فقط يقدموها، عندهم صوره، عندهم شهاده ميلاد، وعندهم شهاده اقامه ونسخه من بطاقه تعريف. اذا هو نداء لكل النساء الريفيات وحتى النساء بصفه عامه للتوجه بقوه للمشاركه في الحياه الاقتصاديه والدول الحركيه التي تشهدها الجزائر. كذلك نوجه رساله الى الازواج والى الوالدين وولاه الامر لكي يسهلوا المهمة على النساء لكي يشاركن في الحياة الاقتصادية كما قلت. نشكرك جزيل الشكر السيدة مليكة المسلم مديرة قضايا المرأة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على تلبية دعوة القناة الأولى وعلى كل المعلومات التي تفضلت بها. شكرا لك.